السلام عليكم خاوتنا واش راكم لاباس. جينا لكم بميساج مهم وجديد باش نجاوبوا هذوك الناس على هذوك اللي ماتوا لهم هذوك الزوج المغاربه. انا العارف الاول السابق في القوات البحريه، خدمت في وهر الله يبارك. نفهمكم حاجه برك، لما انسان يخترق الحدود الجزائريه هو كاين امر بالتوقف، والذي بدوره يكونوا هذوك العناصر محبوش يتوقفوا المغاربه هذوك، اللي ادى من القوات البحريه الجزائريه اطلاق النار. دوك نسقسيك دوك تعداو الحدود تاع الجزائر وزيدوا ما تحبسوش. وديجا كاين نقطه مهمه ما تعرفوهاش انتم شنو هي، انه كاين واحد حكموه وراكم تقولوا باللي راه في الحبس، على ما قتلوش؟ لو كان جينا حنايا ولاد خراب وكانوا قتلوه، هما ما قتلوش، هما هربوا لهم. كي هربوا لهم امرهم بالتوقف ثلاث مرات، كي ما توقفوش تيراو عليهم. هذا هو القانون اللي نعرفه هنايا، قانون نظام الخدمه في الجيش اللي نعرف. حاجه ثانيه انه كاين واحد راه عندكم في الحبس، ياك هكذا راكم تقول كي على ما قتلوش، مادام حنا ماشي ملاح على ما قتلوش، ومادام اسرائيل خير منا تحبوا اليهود ربي يحشر يحشركم معاهم. وما تنساوش باللي القوات البحريه الجزائريه مسلمين، وانتم مغاربه مسلمين، ما كاش من اي انسان. هذا سيد عنده خوه، عنده ولادو، عنده يماه، عنده اختو، كي ما يحبش على خوه ما يحبش عليكم. هذه الاولى. والحاجه الثانيه انه ما اضطرش يتيري عليه الا من اوامر من القياده العليا. لما تخترق حدود دوله يامرك باش تتوقف، ولما ما تتوقفش سي لوجيك يتيروا عليك. هذا ما كان. والله يرحم الزوج هذوك اللي ماتوا، وانا مانيش ضد، وكما نقولوا مانيش راني ضد الفتنه اللي راهي صاريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.